بس في كتير امور حلوه بالمخيم بتواجهها وانت طالعه بغض النظر عن الصعوبات. انا متعود على بيئه المخيم، تعودت يعني. احنا لنا ما يقارب 70 سنه وبعدنا نسمى لاجئين. لا حق مدني، لا حريه عمل. صرنا جيران يعني نحن وياهم كمان وتعودنا عليهم وصار في يعني هون بمحيط المنطقه عندنا صار في علاقات بين اللبنانيه والفلسطينيه وكمان بين الفلسطينيه واللبنانيه. يعني بالمخيم دائما بحس حالي مرتاح اكثر، قادر اعبر اكثر. بتعاطى مع لبناني مثل ما بتعاطى مع فلسطيني، في عنا جيران فلسطينيين مستأجرين محلاتهم تحت البناية، بنقعد معهم عادي، بنتعاطى معهم عادي وعايشين معهم عادي. فلسطيني بطل غريب بالنسبة لإلي، لأنه أنا كمان غريب كنت عن لبنان. هو المخيم يعني محل مجبور يقعد فيه، لأن ما في يتملك. ليش؟ لأن رد حق العودة. كأنه هو مكان منفي شوي عن العالم. لا، احنا ناس طبيعيين، بناكل وبنشرب وبنروح نتعلم وبنرجع ونشتغل. لبنانية مثلا انه بيخافوا يفوتوا على المخيم، ليه بتخافوا؟ طيب ما في يعني ما في انه هالمشاكل وهيك يعني. كيف هالعالم هن عايشين هيك فوق بعض يعني بنايه على البنايه الشباك على الشباك ومتحملين، بس انه بقول بالنهايه بدهم يتحملوا لان ما عندهم غير هذا الوضع حتى يقعدوا فيه يعني لان بلدهم محتل. كونك حدا فلسطيني بده يكون عنده طموح او بده يكون عنده هدف بالحياه بيتعب اكثر من غيره، دائما لما تتعبي على الاشياء بتنبسطي لما تحققيها. يا ريت بقدر اغير نظره العالم كله، الكره الارضيه كلها للفلسطيني، انه عن جد الفلسطيني حقه مهدور.